نرجع بقى تاني نفتكر السيكونس اوف ايفنتس في الام ار اي، اللي هي الام ار ار اللي هو الماجنتيك فيلد، ار اف ريلاكسيشن، ثلاث خطوات بتوعنا دول. نبص عليه بقى في ضوء الكلام اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه. بيحط 90 ديجري ار اف بالس، كان الاول خالص الماجنتيزيشن بتاعنا ام نوب بتاعنا في اتجاه الزي، هيحول لنا الماجنتيزيشن ده كله يبقى في اتجاه الاكس واي. اتجاه الاكس واي او الترانسفيرس بلين ده هو الاتجاه اللي احنا نقدر نقيس فيه السيجنال بتاعتنا. بنحط ار اف كويل في بحيث ان هو يبيك اب سيجنال مثلا من اتجاه الاكس او في اتجاه الواي، وطبعا السيجنال بتاعتنا لو هي بتلف هنا يبقى معنى كده هنشوف ساينسويدال سيجنال في اتجاه الاكس، يعني هتزيد وهتقل كده بشكل ساينسويدال بنفس البريسيشن فريكوانسي، ويبتدي بعد كده يحصل لنا ريلاكسيشن اوكي في اتجاه اللي هو اللونجيتودينال دايركشن عشان الام زي تكبر، واتجاه الاكس واي عشان الايه السيجنال بتاعتنا او الكومبوننت في اتجاه الاكس واي تبقى ايه يبتدي يحصل لها دي فيزنج اوكي. فهنبتدي بقى نشوف الايه، يبتدي بقى نشوف المرحله بتاعت الايه بتاعت الاف اي دي، ان يبقى في عندنا سيجنال موجوده في الاكس واي بلين بالديكي بايه بتي 2 ستار. طبعا احنا بنحط ار اف وبيترد علينا بالاف اي دي. طبعا احنا بنتكلم هنا على ان احنا لما بنكون بنكلم حاجه معينه في الجسم بنبعت لها الار اف اللي مقابله للارمور فريكونسي بتاعتها. يعني مثلا لما بكون بتكلم على الهيدروجين يبقى معنى كده انا عارف ان الارمور فريكونسي بتاعتي بتساوي جاما في البي 0. لو البي 0 بتساوي 1 تسلا انا عارف ان الجاما بتاعت الاتش 1 اللي هو بتاع البروتون بتساوي 42.6 ميجا هرتز بير تسلا. يبقى معنى كده ان انا متوقع الفريكونسي بتاعتي تبقى في حدود ال 42.6 ميجا هرتز. يبقى معنى كده ابعت على الفريكونسي دي بالظبط. دي ممكن اتخيلها كالاتي. انا دلوقتي لو تخيلت مثلا في عندي ذرات ثانيه وعندي اتومز ثانيه زي مثلا كربون 13 او حاجه زي كده كويس، هل هي كمان هتاخد الار اف دي برضه وترد عليا؟ فعليا مش هيحصل الكلام ده. مش هيحصل الكلام ده ليه؟ لان هي كل واحده فيهم تيوند على الفريكوانسي دي. انا كنت دايما بمثل الكلام ده بان انا عندي راديو وعامله تيوننج على محطه معينه. لو انا دلوقتي عندي محطات تانية بتبعت، هل انا ببقى سامع حاجه من المحطات دي في الراديو اللي انا عامله تيوننج على محطه معينه تانية؟ الحقيقه احنا بنسمع بس المحطه اللي احنا او السيجنال اللي مبعوته على المحطه دي بس. نفس الكلام بيحصل بالظبط بالنسبه للهيدروجين، بالظبط نفس الحاجه. انا دلوقتي يعني اللي بيرد عليا اللي بكلمه بيرد عليا هو الذرات او الاتومز او النيوكلياي بمعنى اصح اللي لها الارمور فريكونسي اللي انا بعته دوت. اي حاجه تانية مش هترد عليا خالص. فعشان كده بقى طبعا الحاجه اللي انا بطلعها او الاف اي دي اللي انا بطلعها دي بتبقى مهمه جدا، لان هي عباره عن سيجنال لها امبليتيود بيعتمد على عدد الذرات بتاعتي كام. فلو انا عندي مثلا فرضا في مكان معين عدد الذرات بتاعتي مثلا يعني رقم معين ان نوت اوكي، وفي منطقه تانية ان 1 اوكي، يبقى معنى كده انا ممكن اشوف الكونترست ده بان انا اوبزرف الفروقات بين الاف اي دي اللي جاي لي من هنا وجاي لي من هنا. ده الحقيقه اللي بيعمل لي الكونترست في التيشوز. احنا عندنا كل واحده من البايو كيميكال كومباوندز الموجوده او الاورجانيك كومباوندز الموجوده جوه الجسم هنلاقي كل واحده فيها موجود فيها الهيدروجين نيوكلياي او الهيدروجين يعني عموما يعني موجود بكونسنتريشن مختلف حسب النوع الاورجانيك كومباوند اللي عندي. فمعنى كده ان انا لو بصيت على الفروقات في الانتنسي بتاعت السيجنال جاي من الهيدروجين نيوكلياي بين التيشوز المختلفه وبعض هقدر اشوف كونتراست الحقيقه واضح جدا بين انواع التيشوز المختلفه وبعضها.